حلقة جديدة من هو وهن. النهاردة هاخدكم برا استوديو، فقرة هتهم كل البنات. موضوعنا النهاردة عن الويجز أو البواريك. زي ما انتوا عارفين الويجز انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة. في بنات بيلبسوه عشان يحافظوا أو يعالجوا شعرهم، وفي منهم بيحبوا التغيير فبيلجأوا للويجز. النهاردة احنا في كيو ويجز، واللي هتكلمنا عنه سارة الديب. ازيك يا سارة؟ ازيك، عاملة ايه؟ كله تمام. قوليلي بقى ازاي دخلتي البيزنس ده وايه اللي لفت نظرك ليه؟ بصي، هو كستور عامه او ان انا بدات فيزيكال ستور كان 1/9 اللي فات، لكن في الاول خالص هو بدأ معايا الموضوع تبوريك من كذا سنه. لان كان اهلي يعني عندهم ناس، سيدات كتير من اهلي سرطان وراثي، فلما كان الشعر بيقع وكده انا كنت بقعد ادور لهم على بدائل لحاجات تحسن حالتهم النفسيه، ومن هنا بدات اجمع انفورميشن يعني واستورد حاجات وكده. يعني الانترست بتاعك بدا من هنا؟ مظبوط، من هنا بدات اجمع انفورميشن اللي خلتني احب فيها اكتر المجال يعني. طيب قولي انت ازاي درستي السوق او الماركت وعرفتي الماتيريالز الحلوه؟ بصي، هي كانت الاول بدأ معايا من تجربه شخصيه، ان انا لما كنت بستورد من اماكن كانت تطلع اماكن منهم كويسه، اماكن فيهم في نوع شعر اسمه بيب اسباني، ده بيكون شعر مطبوخ في الاول. اسمه ايه؟ بيب اسباني. اوكي، ده بيبقى مخلط، ده بيبقى الشعرايه نفسها مطبوخه، يعني هو متاخد برسنتج نسبه من الشعر الطبيعي مطبوخه على مع شعر سينتاتيك بالظبط كده، فهي تعيش معاكي اول شهر شهرين تمام زي الفل، ما فيهاش اي مشكله، وبعدين تقلب ليفه. اوكي، فانت دي ما بتعرفهاش غير مع التجارب بالظبط كده. فطبعا جربت حاجات كتير فيهم، وبعدين بقيت اعرف بقى اميز ده مين فيهم وده مش تاني. الصعوبه مش انك تميزي بين الشعر البلاستيك او الشعر الطبيعي، لا دي واضحه جدا. الصعوبه انك تميزي بين الشعر اللي هو المطبوخ ده والشعر الطبيعي في الاول عشان يستمر معاكي بقى. بالظبط كده، ان الشعر الطبيعي بيقعد مفروض سنين معاكي. طب قولي لي ايه الصعوبات اللي واجهتك في الاول؟ كان بالنسبه لي ان انا دارسه بزنس ادمنستريشن وكل حاجه، بس ما كانش عندي الاكسبيرينس ان انا اعرف اوصل الحاجه اللي انا عايزه اعملها يعني لاكبر عدد انا عايزه اوصله. الماركتينج هو اللي كان صعب بالنسبه لي في الاول. مش الماركتينج، اداره البيزنس نفسه. أوكي. فيها ان انا ازاي اخد الريسورس ده احطه في مكانه المظبوط. فكان بيحصل معايا شويه لخبطه لحد ما تدريجيا بدات ان انا اتعلمها، ولسه ما شايفه البروسيس ان انا بتعلم فيها يعني. اوكي، طب احنا عارفين دلوقتي ان في بوريك طبيعي وصناعي. مظبوط. هل الطبيعي بيبقى فيه حتى لو يعني نسبه بسيطه صناعي او سينتاتيك؟ لا خالص. اوكي، فيها الطبيعي بيبقى 100% معاكي. يعني اللي بيقولك ان في نسبه صناعي هو ده مش حقيقي، هي بس الفكره اللي ممكن ساعات ناس تشك فيها ان فيها حته صناعي، ان هو بيتغزل بيخش في بروسيس الشعرايه بتعدي تحت هيتس او تحت حاجه معينه. أوكي. فشويه هتلاقي شعر يعني بروسيس معالجه، مش بروسس معالجه. انا فاهمه دلوقتي، انا باخد الشعر رو وخلاص، شعر تمام مقصوص من حد، لسه بيتاخد في بروسس كتيره قوي. أوكي. ففي شعر منه ممكن يكون مجهود شويه عن شعرايه تانية، لكن ده بيبقى نسبه قليله قوي، عشان كده في شويه بيقولك ان الباروكه ممكن يبقى فيها مخلطه. اوكي. yes. اوكي، طيب لو هنتكلم بقى على انواع البواريك، في الهندي والبرازيلي والاوروبي والماليزي. yes. دي انواع الشعر. yes. ممكن تقولي الاختلافات بقى ما بينهم؟ بصي، هو اكتر فرق هيكون موجود بين اي شعرايه والتاني هو سمك الشعرايه. تمام. وسمك الشعرايه واللون كمان بتاعها، يعني انا مثلا لو عايزه اوصل لالوان ثلجي فاتحه، في ناس بتحب البلونز اللي هو الفاتح قوي على البلاتينيوم والكلام ده، انا لو اخدت شعرايه هندي من الدرجه الغامقه بتاعتها علشان اوصلها للدرجه دي كلها هيبقى صعب جدا، والشعرايه هتتجهد معايا، هتتهلك. بالظبط كده، فانا بختار حاجه معينه للالوان مثلا دي، خلينا ده في الجزء بتاع الاوروبي اكتر فيه. اوكي، لكن عندنا البرازيلي والماليزي والهندي يعتبر الدرجات فيهم. والاوروبي بياخدوه من ايه؟ من روسيا؟ من في لا ده دول كتيره جدا. أوكي. في دول كتير جدا في اوروبا يعني فقيره فيها، فهماني قصدي فيها. فبتبقى ان هو ناس كتير منها بيبقى عندها الوسيله بتاعت ان هم الشعر يبيعوا شعره. بالظبط كده. فبس لكن عندنا بقى الانواع الشعر التانية، ممكن نقول الفرق بينهم الاساسي سمك الشعرايه. الهندي ليه دايما معروف في الماركت ان هو احسن نوع شعر؟ لان سمك الشعرايه بتاعته سميكه قوي، فبالتالي بتعيش معاكي عمر بتستحمل كتير. بالظبط. طب والبرازيلي والماليزي؟ حلوين برضو جدا، بس يعتبر افضلهم الهندي. الهندي مش كافضلهم، لا البرازيلي هيعيش معاكي والماليزي هيعيش، بس الهندي هتعيش معاكي عمر اطول كتير. أوكي. جدا. بيختلف التكستشر، يعني مثلا لو عايزه الكيرلي الستريت بيختلف في التكستشر؟ موجودين في كله، بس في هو كله. الهندي ما فيهوش برسنتج كيرلي كتير. في منه كيرلي ستريت اكتر. البرازيلي هو اللي يبقى فيه كيرلي. البرازيلي اكتر بيبقى فيه. طب انا لو واحده عايزه ويج، اوكي اروح لايه بقى؟
حسب اللون شعري ولا حسب اللي انا محتاجاه؟ اول حاجه السؤال بساله اللون والوقت الاستعمال. يعني انا مثلا لو انا واحده بلبس باروكه كل يوم عشان عايزه احافظ على شعري وما اعملهوش هيت ولا اي حاجه كده لازم اروح لاسمك انواع شعر, وهنا بنفضل للهندي للبرازيلي. يعني كده الباروكه هتتجهد معايا كل يوم لو بعملها هيت كتير فاروح للهندي. ومش بس كده, انا مجرد ان انا بلبسها كل يوم فهي بتنزل تعرض معايا لاشعه الشمس زي ما زي ما احنا بنعرض شعرنا عادي لاشعه الشمس. الكاب نفسه بيشرب عرق لو حصل اي حاجه عامه, كل الحاجات دي في هواء في تراب, كل الكلام ده عوامل بتاثر على شعرنا نفسها زي ما بتاثر على شعرنا احنا, هي بالتالي بتاثر على الشعر التاني. الشعر التاني ده ما بيوصلوش تغذيه من الجسم كده كده حقيقي, فاهماني؟ فبيبقى عرضه اكتر ان هو يتقصف بسرعه عن الطبيعي. بالظبط كده. احنا طبعا في طرق احنا لازم نتعامل معاها, احنا بالعكس بنتعامل معاها بحساسيه اكتر ما بتتعاملي مع شعرك الطبيعي. يعني انا في ناس كتير بيبقى عندها مشكله في الحته دي, انا جايه اجيب باروكه عشان اريح دماغي. والله انا مقدره ان حضرتك عايز تريحي دماغك, وانا كلنا بنحب هي هزل عن الشعر الطبيعي اكتر اصلا كتير جدا. بس هي الفكره ان انت تلبسي كانك بتلبسي كابو وبتنزلي وبتحافظي على شعرك, بس هي بيبقى العنايه بيها لو انا بلبسها مثلا كام مره في الشهر مش كتير قوي, هغسلها مره واحده في الشهر وحامل التريتمنتس دي كلها مره واحده في الشهر, مش تريتمنت يعني حمام كريم او كده. انما لو انا بستعملها استعمال يومي فهعملها كل اسبوعين مثلا مره, فاهمه قصدي؟ طب انا لو جيت لك وقلت لك مثلا عايزه باروكه بكات معينه ولون معين بتعملها لي؟ لو حاجه كاستمايزيشن اوف يعني. اوكي. وبيبقى صعب؟ لا مش بيبقى صعب خالص. انا بوري يعني انا هجيب باروكه الطول بتاعنا كده كده بيبقى عندي كولكشن فيها اطوال وحاجات معينه, وفي حاجات بتبقى موجوده في المخزن مش مصبوغه خالص بسبب بتجيلي كلاب بالظبط كده. فباجي بتقيسي منهم بتشوفي السايزز بتاعتك اللي بتبقي محتاجاها, وانا بنعمل سايز الكاب نفسه سايز الكاب وبنعمل كولر كاستمايزيشن يعني فيها عليها. وممكن نكستمايز واحده موجوده اوريدي, يعني لو واحده مثلا عجباني لونها عجبني بس الكاب سايز مش مظبوط عليا. سهله جدا. انا في كلاينتس كتير بتعامل معايا في الموضوع ده, ان هو ساعات بيبقى الكاب يعني في ناس حجم راسها اكبر من الافريج سايز, في ناس اصغر حقيقي. الاكبر دي ما بتبقاش المشكله خالص, ان احنا بنعمل لوس للاستك بكل بساطه واحنا قاعدين. الاصغر دي طبعا بيبقى فيه فراغ من هنا ونزل لها حته زياده, ولو كبيره بتبقى ابق فالموضوع بيبقى صعب قوي حقيقي. غلس جدا. فاحنا دلوقتي انا علشان اخد الكاب ده اصغره, لا في ناس بتعملها بخياطه عاديه بتعمل انا بتشيل اللاينز بتاعت الهير كلها من عليه وعدل الكاب من الاول. هي بتبقى شواتير كلها رفيعه يعني. انا ممكن فانا بشيل كده شطه اوريدي كانت الكلاينت سايباها تستلمها يعني. اوكي. واوريك الفرق بينها وبين دي عامل ازاي, واللي هو هتحسي ان هي اوريدي معموله فاهمه يعني زي المكنه بالظبط فيها. طيب دلوقتي في كاتس بقت ترندي في الويجز او بتطلب كتير, هو اكتر حاجه نزل عليها فتره ده قبل دخول الصيف. على وقت على وقت دخول الصيف كان بدا الاول الشاركري. اوكي. يعني كان زمان الناس مهتميه فكره ان انا عايزه البس باروكه عشان شعري يبقى ستريت وشعر ويفي وجميل وهافي وكل حاجه. لا دلوقتي بقت الناس مهتميه اكتر بالشعر الكيرلي والباب كاتس كمان القصيرين قوي, والالوان السيلفر بقت منتشره جدا. بس الوان السيلفر دي كانت من الاول من الاول خالص يعني. انا فيهم شخصيا لبست كميه الوان سيلفر وقتها كتير قوي يعني. طب وريني بقى البواريك اللي عندك. الناس ما بتبقاش عارفه الفرق ما بين التول والجلد. اوكي. فممكن توريلي بقى الفرق؟ بصي, هو الفرق ما بين التول والجلد بيبقى اكتر في الجزء طبعا الامامي فيها. دي بالظبط فيها يعني. دي مثلا بتبقى حاجه اسمها اتش دي ليس, بيبقى فيها بيبي هاي من قدام, فبحيث لما بنيجي نقص البارت ده الناس كل يعني سوري بيبقى باين طبيعي. الجلد برده بيبقى فيها نفس الحوار, بس انا لقيت حاجات دبل ليس كمان. دبل ليس مع بصي لا هوريكي هتفهمي معايا في الجلد. فالدبل ليس دي ان انا مهما عملت في الليس هيحتاج ان انا يتحط من تحتيه حاجه علشان ما يشرفش اللي تحتيها. الجلد ما فيهاش الكلام ده. الجلد بيبقى هي اوريدي من جوه متبطنه فيها, فاهمه قصدي؟ تمام. بس الفكره ان الجلد حتى لو فيها بيبي هير وكل حاجه مش بتديكي فليكسبيليتي اكتر انك تقسميها على كل جنب زي ما انت عايزه. لكن يعني بيبقى في بارت معين ما بقدرش اقسم في كذا حته. اكزاكتلي. لكن الجلد بتبقى مناسبه اكتر للناس اللي استعملتها يوميه, تاخد باروكه على طول وتنزف كده يعني فيها. طب في ناس بيقولوا ان ممكن الباروكه تبقى فول ليس. ممكن تبقى فول ليس بس ده ما بيستحملش كتير. لا لو بتلبسيها بشكل يومي من غير تلزيق ما ينفعش, هتتزحلق منك. الفول ليس معموله اساسا علشان انها يتعمل لها جلوينج علشان تبقى ثابته على راسها بيجلو باللزق. بالظبط. ولو نازعه تعمل بونيتيل او كده بالظبط كده ومن قدام وتراجع على ورا كل حاجه. بس اللي هيبقى يلزق باروكه فاهمه اللي عنده دور بيمثله او حاجه على فكره ان هو حد هيقعد بيها فتره. ما ينفعش احط لها كليبس. بالظبط كده صح. اوكي. طيب قولي لي بقى الفرق ما بين احنا اتكلمنا على الفرق ما بين الاوروبي
والبرازيلي ممكن توريني بقى فين الاوروبي؟ بصي عندك هتلاقي الاوروبي دايما الدرجات بتاعته بخليها في البلوند اكتر لان بس دي مسبوغه دي مسبوغه طبعا أوكي. مسبوغه بس هي كانت فاتحه في فاتحه في الاول فالدرجه هتاخد هنا بسهوله لكن انا ما ينفعش اخد شعرايا الدرجه دي مثلا اخدها اوصلها للدرجه دي أوكي. على ما اخد دي لدي هتتعب معايا قوي طب انا اقدر اوصل بالحاجات التانية للبلوند درجات ايه بالظبط عندي مثلا زي دول دي معانا دي مثلا هندي بس على ما اتفتحت خالص الهندي حصل فيها اللي هي مش هقول لك اتخشنت بس عمر شعرايا نفسها هتبقى اعلى بس في ناس بتحب شعرايا الهندي وهي فاتحه لكن برضو عمرها ما هتوصل معاكي للبلوند الفاتح قوي ده ابدا استحاله ولو وصلت هتتحرق معاكي او مش هتقعد كتير قوي معاكي يعني فيها بالنسبه للبرازيلي عندنا ده شعر البرازيلي انت هتلاقيه ده ودي هندي بيبقى في ويف شويه عن ال في ويف شويه عن الشعر الانديان هتلاقيه نازل كله فول ستريت اغلبيته في منه ويف بس مش الويف اللي هي باينه لك ان في ويف صريحه شويه بالنسبه للشعر الماليزي بقى الشعر الماليزي شعر الماليزي هتلاقيه كمان الدرجه بتاعته اغلبيتهم في منهم بيبقوا على اللي هو الاسود اللي كده بس في من اغلبيته اسود قوي بيبقى الاسود اللي هو الاسود اسود واعتقد هنا الشعرايه برضو رفيعه شويه بس ناعمه قوي بالظبط يعني هتلاقي رفعها قريب من رفع الشعرايه الاوروبي شويه بس هنا وهنا انت هتحسي حاطه بالدنستي بتاع الشعر في تكستشر اكتر في تكستشر اكتر من الماليزي ومن الاوروبي طيب ممكن بقى تقولي لي البروسيس بالظبط ازاي احافظ على اللوك بتاعتي بصي لو انا ما اول فيس فيها اللي خلينا نقول الحاجه العامه كلها وبعدين ايه الحاجه الاكسترا اللي بتتعمل للناس اللي بتاخدها ديلي يوز عشان تحافظ على شعرها في العادي لو انا بستعملها الاستعمال العادي عامه زي ما قلنا كل شهر هغسل الشعرايه الاول هميك شور ان انا مسرحها الاول قبل ما اغسلها علشان ما اقطعش الشعر فيها هميك شور بعد ما اغسلها ان انا لازم اعمل لها حمام كريم او حاجه طب بالنسبه للحمام الكريم بحطه زي الشعر الطبيعي ولا مثلا احطه في لا زي مثلا لا زي الشعر الطبيعي عادي جدا بس بعد ما احط عليها الحمام الكريم واتاكد ان هو دخل في الشعر بحط شويه ميه بس صغيرين وبعمل لها زي الشامبو كده شويه فرك بايدي وبسيبها على الاقل من نص ساعه ساعه ليه الفتره دي اكتر نفسها علشان احنا محتاجين ان الشعرايه تسحب فيها الحاجه يعني اصل شفت فيديوهات الناس بتغرقها في ميه وتملى الميه كونديشنر او هير ماسك جدا جدا بيقولوا لي نفس الطريقه دي هي مش هتضر الحاجه بس انت كده بتويست على الفاضي حقيقي ملهاش لازمه يعني حقيقي طب لو هتختاري لي باروكه بقى لبسيني اني واحده انا من وجهه نظري بحب البرازيلي جدا الفلوي بتاعته حلوه وانا بالنسبه لي حاسه ان البلونز دي معاكي هتبقى لذيذه قوي الهايلايتد بلونز طب يلا نجربها اوكي يلا بينا هنعمل ايه بقى بصي اول حاجه فيها احنا بس محتاجين الشعر يكون ملموم على تحت عشان ما تبقاش بارزه معاكي بس مش عايزه ادخلك في هصل ان احنا نلبس كعب الاول لكن هي في ناس ساعات بتحتاج ان كل معانا بيشف يس ده مش هيزحلق لا بيزحلق لو اخدتي بالك هو بيبقى معمول له كذا حاجه في ناس بس تانية بتروح اخده الشراب مكانها فبتبقى دي المشكله يعني قصدي الشراب اللي هو الناس فكره بتاخده وتقصه وكده دي فكره بتزحلق الباروكه انما هو بيبقى معمول لها واه شبه الشراب الفلاي وكل حاجه بس اقول لك هتكفي ليه ممكن بس تمسكي معاكي الطول من قدام شويه لما نسحبها لورا نزلي فيها عامله كفايتك بشكل بلوكي اوكي احنا بعد كده بقى من قص الطول الطول ده كله بيتقص بس بسيب لك بقى اللاينز بتاعت البيبي هير عشان لو حبيتي ترجعي شعرك على ورا ترجعيها ورا ودنك كده اوكي ودي اقسمها من اي اتجاه انا عايزاه دي تقسميها معاكي من اي اتجاه انت عايزاه عادي جدا ان انت معاكي الفروقات هنا كلها بس هي مش حابينها عشان شعرك طبعا هو اللي نازل تحتها كلها فيها بس زي ما القصه وصلنا معاكي من هنا لهنا اي فرق ودي فيها كليب ولا فيها مشط من جوه بس من جوه بعد الطول خالص مش عند الطول من ورا من بدايه من هنا ماسكه من هنا وممسكه وما نازله على تحت بتبقى نازله على تحت تبقى ماسكه من هنا لا بس حلو قوي حلوه واحد ما يعملش شعره ما دي احلى حاجه فيها ايوه وممكن نلمها بوني تيل ممكن نلمها بوني تيل عادي جدا اوكي طب نعمل كواف بيها كده يس ممكن تعملي بيها وممكن ترجعي جزء برده اللي هو في ناس كتير بتحب ترجع فكره الجزء ده وتروح منزلها بارت من البيبي هير كده بس من قدام هو نازل طبعا هي مظبوطه بتبقى مختلفه تماما انت لسه بقى بتاخدي المقاسات لان هنا لا هي دي ده المقاس ستاندرد ده الستاندرد الافريج لكن المقاس ده بيبقى سهله جدا ان احنا نظبطها يعني فيها لما تيجي نعمل كواف بيها كده ماشي طب انا لو عايزه بقى الفوليوم مثلا ممكن اعمل ايه عايزه تعملي لها فوليوم لا اقلل بقى الفوليوم تقللي ما في باريك بتبقى فوليوم بتاعها اقل يعني في اصلا اوريدي هي كده كده البارت اللي قدام ده مع الاستعمال مع الوقت شويه بيخف بيهبط بالظبط كده كده
لكن بالنسبه للفوليوم ففي بواريك بيبقى الفوليوم بتاعها اصلا اخف. في ناس بتحب من فوق يبقى خفيف، في ناس بتحب من فوق يبقى تقيل، فاهمه قصدي؟ اوكي. واحد بقى كل يجيب كذا ويك كل شويه يغير شكله. طب تعالي ناخد سيلفي بقى. يلا بينا. سارة، انت بعيدا عن الويجز انت عاملة حملة بتدعمي فيها مرضى الكانسر، ممكن تكلميني عن الموضوع ده اكتر؟ بصي، الفكرة بتاعت الكانسر عندي، احنا الاول اللي صور بدأ فيها بالظبط كده، فانا متأثرة بالموضوع من ناحية ما، كمان بتأثر اكتر لناحية الاطفال، وخصوصا ان البواريك سعرها دلوقتي مش اسر كتير تقدر ان هي تجيب سعر الباروكة، والسايتس كمان بتاعت الكابس وكمان ده بيكون اكبر منهم بكتير، فطبعا بيبقى احنا عايزين ان احنا نحسن حالتهم النفسية عشان في رحلة العلاج بتاعتهم نفسيا احسن. يعني الاول بدا الستور عندي هو بيطلع بواريك من عنده، من عندنا بنطلعها في الستور. اوكي. بعدين لما الموضوع بدا اتعرف شويه، بدا في بنات بتقص، يعني كانت قصه شعرها ومحتفظه بيه وكده، بداوا يتبرعوا لي بالشعر ده. انتي بتوفري لهم ويجز من متبرعات؟ من متبرعات فيها. أوكي. حاليا ومن كل شهر بنطلع برضو مقدره من الستور حاجه من البواريك الموجوده بواريك فيها يعني. والحاجات الثانيه ان احنا بناخد الشعر بتاع المتبرعات بنغزله وبنحوله للباروكه. اوكي. طيب لو انا عايزه اتبرع، هل في مثلا شروط معينه، طول معين، الشعر بيبقى كواليتي معينه عشان اعرف اتبرع؟ بس الشرط الوحيد فيها، علشان بس انا الشعر انا هاخده مني كرو، مش معمول فيه اي بروسس، فهيعدي في بروسس كتير عشان اعمله باروكه، فما ينفعش يقل طوله عن 30 سنتي. اوكي. وممكن يبقى مسبوغ مثلا لو مثلا متقصف شويه؟ عادي عادي جدا، احنا كده يعني اصل ما فيش حد عامه هيبقى شعره متهالك ويحتفظ بيه، فاهمه قصدي؟ فبيبقى الشعر عاده المحتفظ بيه لا بيبقى في حاله بيبقى في حاله كويسه، مش هقول يعني في منهم بيبقى شعر بنات يعني ما شاء الله حلو جدا بالزبط. وفي بيبقى شعر عادي ما فيهوش اي حاجه. لا، وفي ناس بتقصوا عشان يتبرعوا بيه، وفي ناس بتقصوا عشان يتبرعوا بيه، ده يخشى لما بيبقوا عارفين ان هم هيبعتوا الاطفال. يعني انت عندك مكان معين لو مثلا لو انا جيت لك قاعد برع بشعري؟ انا بستلم الشعر وبودي للخياطين بيشتغلوا عليه. أوكي. وبنعدي بالبروسيس كلها لحد ما نعملها باروكه. بكلم انا عامله لست، عندي ويتنج لست للكانسر بيشنتس. بنكلمهم مع كل حد بيجي الدور بتاعه، اول ما باروكه بتكون جاهزه وبتيجي الحاله تستلمها يعني. طيب احكي لي عن اكتر موقف مؤثر شفتيه من متبرعه او من مريضه الكانسر. بصي، هو ده كان يعني من حوالي شهر ونص او شهرين. البنت اللي اتبرعت كانت متبرعه من شعرها، وكانت الباروكه معموله من اغلبيه شعرها اصلا، هي ما شاء الله شعرها تقيل جدا. اسمها مريم. اوكي. والبنت الكيسه اللي جت اخذت الحاله اسمها مريم. دي ومامتها موجوده ودي ومامتها موجودين. اوكي. فمامة البنت اللي هي اللي كان عندها الكانسر يعني ما كانتش هي اللي مكلماني اصلا ولا حاطه اسم البنت على الويتنج ليست، دي واحده قريبتها. فلما ده قدر بقى، ده قدر. الست كانت بتعيط، قالت ان لما جات لي المكالمه انا عرفت ان انا ربنا مش ناسيني، هي كان بقالها كتير قوي في المشكله دي. ف وجات الصدفه ان البنتين على نفس الاسم. بس يعني لا، ده كان يعتبر من اكثر المواقف المؤثره اللي عديت بيها في الموضوع، ان مامتها ما كانتش عارفه، فجاه جالها المكالمه ان هو بحضرتك ممكن تشرفينا بكره كذا كذا كذا. فلما شافت بنتها وهي لابسه الباروكه كان طبعا الرياكشن كان فدي كانت اكتر حاجه مؤثره بالنسبه لي حقيقي. دي مبادره حلوه قوي منك يا ساره. مرسي جدا. وانا بشكرك على وقتك وسعيده بالكلام معاكي. انا مبسوطه بجد انك نورتيني حبيبتي. احنا كده وصلنا لنهايه فقرتنا، نرجع تاني للاستوديو. هو هون.